قطعنا شوط كبير في مراحل التصميم والتنفيذ في الإكسبو، وبيتم الانتهاء من كامل البنية التحتية مع نهاية عام 2018. حاليا يتم تنفيذ ثلاث محطات 132 كي في سبستيشنز، محطات كهربائية، وبيتم الانتهاء من ثلاث محطات بشكل كامل خلال هذا العام، وبيتم تشغيل هذه المحطات الكهربائية. بالنسبة لمباني الإكسبو، تم ترسية المناطق الفرعية، المفاهيم الفرعية، وهي تعتبر جزء كبير من منطقة الإكسبو خلال بداية هذا العام، وانتهينا من أعمال الحفريات للبيسمنتس لهذه المناطق، ويتم التنفيذ حاليا، وبيتم الانتهاء من هاي المباني خلال شهر 7/2019. ساحة الوصل مشروع جدا مهم. أولا الارتباط التاريخي باسم الوصل وإمارة دبي، وشيء ثاني أنها بتكون قلب الحدث اللي وبتستضيف كافة الأحداث والفعاليات الرئيسية خلال فترة الإكسبو وخلال فترة ما بعد الإكسبو. شيء ثاني بتكون منصة الاستقبال لعدد هائل من الزوار والقادمين من بوابة المترو، وبيكون شيء ثاني انه مهم انه ركن اساسي من اركان الاكسبو اللي هو جناح دولة الامارات بيطل على ساحة الوصل. فكرة الوصل بتكون عبارة ان القبة، وهي بتكون بتظل المنطقة ساحة الوصل، وبتساهم في خفض درجة الحرارة وخلق بيئة جدا مريحة للزوار. وفي نفس الوقت بيتم استغلال هاي القبة خلال الفترة المسائية كشاشة أرض ضخمة بزاوية أفقية 360 درجة. بالنسبة للمساحات الأفقية، ففي عندنا بيكون الحديقة، وهي تقريبا مساحتها تقريبا قطر الحديقة بيكون 130 متر. وراعينا في التصميم جميع العناصر الحسية للبيئة الطبيعية في الحديقة، من صوت المياه، أصوات حركة الأشجار، اختلاف ألوان النباتات، ومن منظور الاستدامة معظم النباتات اللي بيتم زراعتها في ساحة الوصل بتكون من النباتات المحلية اللي استهلاكها منخفض للمياه. طبعاً اسم التاريخي لإمارة دبي، وهذا الاسم يدل على الأهمية الاقتصادية لإمارة دبي، وفي نفس الوقت بتكون نقطة التقاء للشعوب من كافة أنحاء العالم هاي ساحة الوصل، وبتوصل بين المناطق الفرعية الثلاثة اللي هم للإكسبو: منطقة الاستدامة، منطقة التنقل، ومنطقة الفرص. تمكنت إمارة دبي من نقش اسمها بحروف من ذهب عندما ربحت استضافة إكسبو 2020، واليوم تعلن للعالم أن الإنجاز يتخطى التوقعات ويحقق قفزات نوعية جديدة. من موقع إنشاء إكسبو 2020، تاج الدين الراضي، بوابة العين الإخبارية.